بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمه وبركته من الان والى ظهر الدهور كلها امين. كل سنه وانتم طيبين. بكره ان شاء الله بدايه الصوم الكبير. والكنيسه اختارت لنا الانجيل بتاع النهارده اللي بيتكلم عن محاور الصوم والمفروض الإنسان بيركز على إيه بالظبط. الإنسان في علاقته في علاقاته المفروض إن ليه ثلاث محاور. المحور الأول علاقته بالله، المحور الثاني علاقته بالإنسان الآخر، المحور الثالث علاقته بنفسه. والثلاث محاور دول هم ملخص الإنجيل بتاع النهاردة. المحور الأول علاقته بالله ويتمثل في الصلاة. عشان كده السيد المسيح النهاردة في إنجيل النهاردة بيكلم الجموع وبيقول لهم متى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي لأبيك الذي في الخفاء. المحور الثاني علاقة الإنسان بالآخر، وده يتمثل في الصدقة. الصدقة والرحمة تمثل علاقة الإنسان بالآخر. المحور الثالث علاقة الإنسان بنفسه، وده يتمثل في الصوم. فدول الثلاث محاور اللي الكنيسة محتاجة الإنسان يركز عليهم في الصوم. علاقتي بالله متمثلة في الصلاة، علاقتي بالآخر متمثلة في العطاء، علاقتي بنفسي متمثلة في الصوم. وهدف كلام الله النهاردة للجموع هي أوعى يكون هدفك هو الصوم، أو هدفك هو الصلاة، أو هدفك هو العطاء. دول مجرد وسائل لكن مش أهداف. أحيانا يبقى كل هدفي في العطاء إني أظهر أو أشبع ذاتي وأشعر إن أنا بدي، أو الناس تشوفني وتكرمني، أو إلى آخره. لكن السيد المسيح بيقول لك لما تيجي تعطي المفروض يدك الشمال ما تعرفش اللي بتعمله يدك اليمين. مش معناه إن أنا أقعد أستخبى وأقعد عشان أدي، لا مش كده. ما يكونش هدفك الظهور في العطاء. احنا بنصوم، والصيام صيام جماعي، كل الناس عارفة ان احنا صايمين. يعني بطل اصوم عشان الناس ما تعرفش؟ لا، بس ما يكونش هدفي من الصوم ان كل ما جاب الحد معلش اصلا انا صايم، اصلا انا عندي قداس النهاردة وصايم لغاية الساعة كذا، اصلا انا ما اكلتش طول اليوم، اصلا انا تعبان لاني ما اكلتش. مش هو الهدف ان الناس تكرمك عشان انت صايم. لا، الهدف ما يتحولش الوسيلة، والوسيلة ما تتحولش الهدف. إذا كان الصوم أو الصلاة أو الصدقة التلاتة هم وسائل. الصلاة وسيلة لكي تقوي علاقتي بالله،
فلو أصبحت الصلاة هي الهدف يبقى أنا كل همي أن أخلص الصلوات اللي عليا والأب اعترافي مدهاني عشان ضميري يستريح، ومش مهم أنا حصل علاقة مع ربنا ولا ما حصلش، مهم أن أنا خلصت، خلصت الواجب اللي عليا، ومش هو ده المطلوب خالص. الصدقة نفس القصة، أنا عندي عشور لازم أديها بأي طريقة، هو ربنا مش عاوز منك فلوس، ما هو ربنا قادر يغني الفقراء، مش هو اللي مديك الفلوس اللي معاك، مش الهدف إن ياخد منك، لكن الهدف إن ما تمتلككش الفلوس، فيبقى من السهل عليا إني أتخلى عن أي حاجة، ما بقاش مربوط وابقى ابقى عبد للفلوس والفلوس تبقى سيد عليا. لا، يبقى عندي القدره اني اتخلى عن اي حاجه من الحاجات اللي هي المقتنيات. عشان كده في عصر الرسل كانوا بيجيبوا كل مقتنياتهم ويضعوها تحت ارجل التلاميذ. نفس الموضوع بالنسبة للصوم، الصوم ليس هدفاً، ولو تحول الصوم لهدف يبقى فقط قيمته. أنا صمت، أبونا مديني قانون إن أصوم لغاية في الصيام الكبير لغاية الساعة 1 ولا الساعة 3 ولا الساعة 12 ولا أي ساعة، فأنا عملت القانون بتاعي وصمت. وأصبح الصوم هدف وليس وسيلة. ولكن في بستان الرهبان بيعلمنا إن الصوم هدفه إضعاف الجسد حتى يكون هناك فرصة للروح لتقوى وتستطيع هي أن تقود الإنسان، ما يقودوش الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد وكلاهما يقاوم الآخر، لأن شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هو ده اللي بيطلبه الجسد، لكن الروح كله مشتهاها في الأشياء الروحية. فلما تضعف يضعف الجسد وتقوى الروح تقود الإنسان ناحية الأشياء الروحية، يحب يصلي، يحب يصحى بدري عشان يروح الكنيسة، يحب يعمل الخير، وما يبقاش بالضغط بيضغط على نفسه عشان يصحى، ولا يضغط على نفسه عشان يقف يصلي، ولا يضغط على نفسه عشان يمسك الإنجيل ويقرأ، لا، يبقى بيحب يصلي. اللي يدقق في جريات الصوم الكبير يشعر أنها رحلة تقود الإنسان من الأرض للسماء، رحلة كاملة بتقود الإنسان إزاي يعرف يروض نفسه، إزاي يعرف يسير في الطريق الروحي حتى يصل إلى ملكوت السماوات. وعشان نوصل للسماء لازم يكون لينا ناس مساعدين وناس مرافقين وناس يشجعونا في الطريق الروحي ويسندونا. علشان كده بعد صلاة كتير وإجراءات واستعدادات كتير تم اختيار 2 من الإخوة الشمامسة اللي موجودين معنا وبيخدموا عشان يصيروا أباء كهنة معنا في الخدمة في الكنيسة، يساعدوكم في الطريق الروحي ويصلوا بكم للسماوات.
عشان نختار حد يصير كاهن موضوع ليس بالأمر السهل، ولكن بياخد خطوات كتير ويحتاج تدقيق كتير، زي ما قديس بولس الرسول قال لتلميذه قديس تيموساوس: لا تضع يدك على أحد بالعجلة. ما تستعجلش في اختيار حد للخدمة للكهنوت، يعني لأن هذا الكاهن سوف يصير مثال للشعب، فلو هو في مشكلة معينة هيصبح عصرة، فلازم يكون هناك تدقيق في الاختيار. احنا لينا ما يقرب من 3 سنين واحنا في عملية الاختيار هذه، ما بين نستقبل الترشيحات من الآباء الكهنة أو من كبار الخدام، ونبتدي نفرز الأسماء المرشحة، وفي اجتماع الآباء الكهنة يتم عرض الأسماء كلها، ويتم موافقة الآباء على بعض المرشحين، ولازم يكون بالإجماع، يعني كل الآباء لازم يوافقوا على الشخص المرشح. لو واحد من الآباء اعترض بيتم إلغاء هذا الشخص، لأن ممكن يكون في مشكلة معينة، لكن لازم يكون الموافقة بالإجماع. بعد كده بيبتدي نحط الشخص تحت الملاحظة من غير ما يعرف، ونعرف تاريخه ونعرف أسرته ونعرف خدمته ونجاحه في الخدمة بتاعته. بعد كده بيتم عمل لقاءات مع الشخص نفسه على فترات، وبعد ما بنبقى فيه راحة نفسية للشخص ويبقى فيه قبول، بنبتدي نلتقي بالأسرة بتاعته، بزوجته أو بالأولاد. المرحلة اللي بعد كده، بعد ما بنكمل وبنلاقي فيه راحة، بنبتدي نعرض الأمر على أمناء الخدمة كممثلين للشعب كله، يعني أمين خدمة مدارس أحد ابتدائي، وأمين خدمة إعدادي وثانوي وجامعة وخريجين، وكل أمناء الخدمة والأطباء والمهندسين كله، كل أمناء الخدمة بيتعمل لهم اجتماع عام، ويتم عرض الأشخاص المرشحين عليهم بكل تفاصيل كل شخصية، وبنديهم فرصة للاعتراض. يبقى في فرصة 3 أيام لأي حد شايف أي اعتراض معين، لألا يكون في معلومة إحنا ما نعرفهاش. وحصل الكلام ده الأسبوع اللي فات، وأبونا بيقول عمل اجتماع، هو والأباء عملوا اجتماع لكل أمناء الخدمة وعرضوا عليهم الأسماء بكل البيانات بتاعتها، وكانت كل التعليقات إيجابية. بعد ما عدوا 3 أيام بنعرض الأمر على الشعب كله، وعملنا كده في القداسات، والأباء عرضوا بالباوربوينت بروجيكتور، عرضوا كل الداتا بتاعت الأشخاص المرشحين، وسبنا فترة 3 أيام تاني عشان أي حد يعترض، ولكن نشكر ربنا ما كانش فيه أي اعتراضات، كانت كل التعليقات إيجابية. وبعديها تم تحديد موعد الرسامة اللي هو النهاردة إن شاء الله. الكهنوت موضوع مش سهل، هو قبل ما يكون ليه كرامة هو مسؤولية، وإنسان بيستلم وزنة عشان يتاجر بيها ويربح، ولما يقف قدام السيد المسيح يقول له: دول سلمتهمني ودول ربحتهم فوقهما. انت سلمتني 5 وزنات وربحت 5 تاني فوقيهم، فيقول له: ادخل الى فرح سيدك. لكن لو اخذ الوزنة ودفنها هتبقى مسؤولية عليه قدام ربنا.
عشان كده الكهنوت ليس بالأمر السهل. كهنوت موضوع صعب، واللي يعتبر إن هو كرامة وما ياخدش الباله من المسؤولية يبقى فاهم غلط. وقبل ما يكون ليه كرامة الكهنوت هو مسؤولية الأب، الأبوة. أب مسؤول عن كل أولاده، مسؤول عنهم في الأفراح في الأحزان، مسؤول عنهم في الاحتياجات، مسؤول عنهم في كل الظروف بتاعتهم. احنا في فترة الرسائل هما بيقولوا الحان صلينا عليهم جوا وديناهم باقي الرتب الشموسية، الأغنسطوسية والأبودياكون والدياكون والأرشدياكون، يعني كل الرتب الشموسية لغاية أعلى درجة اللي هي رئيس الشمامسة، عشان يبقى بعد كده في الرسامة بياخد رتبة القسيسية اللي هي الرتبة الأعلى من الشموسية، لكن لازم يعدي كل الرتب الشموسية. بعد الرسامة إن شاء الله النهاردة بعد الظهر هيسافروا على القاهرة، هيروحوا على دير الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر. استأذننا من سيدنا أنبا يوستوس إن هم يقضوا 40 يوم هناك في الدير. طبعا الكاهن بيقضي 40 يوم بعد الرسامة في صوم واعتكاف، زي ما المسيح قضى 40 يوم بعد المعمودية بتاعته على الجبل في صوم وصلاة. هما بيقضوها في الدير فترة 40 يوم، فترة اعتكاف وفترة يتعلم يصلي ازاي. القداس في حاجات سرية كتير بتتصلى، وفي حاجات كتير لازم الإنسان يتعلمها في الدورات وفي استلام الذبيحة وإلى آخره. دي الفترة بتبقى فترة في الدير بيتعلم فيها كل الحاجات دي، عشان يرجع بعد 40 يوم يعرف يمارس سر الكهنوت والصلاة بتاعه. هم محتاجين صلاة منكم عشان ربنا يديهم نعمة ويسندهم، وهم يصلوا لكم على المذبح ويذكروكم ويضعوا مشاكل كل إنسان على الذبيحة عشان ربنا يستجيب ليها. بنطلب إن احنا كلنا نصلي مع بعض، وفي ساعة الصلاة نطلب الروح القدس يعطيهم النعمة ويعطيهم بداية جديدة ويعطيهم تغيير، ما يبقاش التغيير في الاسم بس، لكن تغيير يبقى في الشخصية نفسها وفي الإمكانيات اللي الروح القدس بيديها لكل واحد فينا. ربنا يكون معاكم ويفرح الكنيسة دايما بخدام أمناء جداد يعرفوا يشيلوا هموم الشعب ويشيلوا الشعب ويقودوه حتى نصل كلنا إلى الملكوت والإلهنا المجد الدائم إلى أبد آمين.